بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده شرح للمشروع الخامس في الماشين ليرنينج نانو ديجري بتاعت يوديستي، اللي هو متعلق بالديب ليرنينج. المشروع ده طبعا بيتكلم عن الديب ليرنينج. المشروع بادئ الأول الشرح بمجموعة من الفيديوهات بيشرح أول حاجة الديب نيورال نيتوركس، وبيشرح الكونفوليوشن نيورال نيتوركس، وبيديك هنا برضو الجزء ده جزء اوبشنال اللي هو الجزء بتاع الكلاود كومبيوتنج. الجزء ده اساسا بيفهمك يعني ان انت لو هتستخدم الامازون اي دبليو اس عشان خاطر لو انت عايز محتاج الكلاود كومبيوتنج او الحوسبه السحابيه ان انت تعمل رن للبروجكت بتاعك او لاي بروجكت في الديب ليرنينج يعني. وفي الجزء الديب ليرنينج اسسمنت ده، الجزء ده بيسالك شويه اسئله بس نظريه كده، بحيث ان هو يتاكد ان انت فهمت الاجزاء اللي قبله. وفي النهاية خلص الديب ليرنينج بروجكت. طبعا لو انت خدت النيورال نتورك او لو انت خدت النانو ديجري او انت ما خدتهاش وعايز تذاكر البروجكت، فانت اول حاجة قدامك كذا حاجة. اول حاجة هنا في جزء اللي هو القناة بتاعت احمد فتحي، دي عليها بلاي ليست بتشرح النيورال نتورك بجزء ماثيماتكس جدا، يعني جزء جامعي. احمد فتحي ده محاضر اصلا في جامعه حلوان، فالراجل فاهم كويس هو بيعمل ايه، وبيشرح الجزء بطريقه نظريه بحته. في برضه هنا على منصه اوتينا دي، في برضه كورس ديب ليرنينج شرحه دكتور برضه مصري، والراجل بيتكلم بالعربي وبطريقه يعني اكاديميه، لكن في نفس الوقت مبسطه شويه. بالإضافة إلى كده، في هنا ده في اللي هو Introduction to Deep Learning و Introduction to Convolutional Neural Network. هو ده المحاضر اللي بيشرح المحاضرة على يوديستي، وده تقريبا هو الشرح بتاعه، بس هنا معمول لحتة واحدة. على يوديستي بتبقى متقسم كل 5 دقايق وكل 3 دقايق لوحدهم، هم تقريبا دول المحاضرتين فيهم كل الشرح اللي اتشرح. بالاضافه للجزئين دول، في الجزء بتاع الكيراس اللي هو اللايبراري كيراس اللي هي بتستخدم بقى في الامبلمنتيشن بتاع الجزء في البايثون، وفي دي بلاي ليست برضه ليها ممكن تتبعها، وفي الدوكيومنتيشن بتاعها برضه كويس جدا. اللي هو زي والكيراس اساسا هي لايبراري مبنيه على التنسور فلو، وتعتبر من الحاجات اللي مسهله الديب ليرنينج جدا يعني. وفي شرح الدوكيومنتيشن بتاعه ممتاز جدا ممكن تتبعته. وفي المقاله دي برضو بتشرح ازاي يعني الموضوع ماشي ازاي، وتبدا تديك امثله وشرح الاخر. طبعا كل ده الحاجات دي انا هحطها في تحت الفيديو، اللينكات دي كلها هحطها تحت الفيديو. اي لينك هتكلم عنه هحطه تحت الفيديو واقول هو بتاع ايه بالظبط، عشان لو انت عايز تلجأ ليهم يعني. تمام، ده بالنسبة للجزء اللي هو بتاع المقدمة بتاعت الفيديو. بالنسبة برضو للجزء بتاع الحوسبة السحابية، طبعا انا الجزء الفري بتاع الامازون اي دبليو اس مش هيكفيك انك تران البروجكت، والمقترح اللي كانوا هم مقترحينه في البروجكت نفسه في النانو ديجري كان مقترح بفلوس. فطبعا ده لو مش هيناسبك، انت ممكن في حاجة هنا اللي هي فلويد اب. ريد هاب دي ستارت اب جديده في الموضوع ده، وعامله يعني حاجات فري. الامازون بالمناسبه الفري بتاعه بيبقى لمده سنه بس من اول ما بتعمل ريجستريشن عليه، دون الفري بتاعه للابد على طول. بس بيديك ليميت كل شهر، بيديك 2 ساعة جي بي يو كل شهر و20 ساعه سي بي يو. تمام، ده بالنسبه للفلويد هاب. وفي برضه هنا فيديو ده شرح للفلويد هاب تمشي ازاي، والموضوع تشغله ازاي، وكل حاجه هتمشي معاك تمام ومظبوط يعني. انا شخصيا ما جربتوش، انا عملت ران البروجكت على الجهاز بتاعي وبس. انا الجهاز بتاعي 8 جيجا وشغال على نظام لينكس، فعندي كمان 8 جيجا سواب، وهو طبعا لمل يعني مال الرامات كلها، وكمان دخل بعد كده في السواب يعني خد منه حوالي 4 جيجا كمان تقريبا. فيعني انت محتاج رامات عاليه او تعمل نفس اللي انا عملته عشان تقدر تران البروجكت. هنا بقى بالنسبه للبروجكت نفسه، طبعا دي الريبوزيتوري بتاعته اللي هو المستودع بتاعه، هي البنت هي اللي بتشرح البروجكت اساسا، وهي اللي عامله البروجكت. البروجكت اساسا ان هو ازاي تقدر تميز نوع من انواع الكلاب. ده الريدمي بتاع البروجكت اهو على جيت هاب.
البروجكت بيتكلم انت ازاي تقدر تميز نوع من انواع الكلاب طبعا بالالجوريتم، وده حاجه طبعا صعبه جدا حتى بالنسبه للبني ادمين، يعني لازم يكون واحد بقى شغال في الموضوع عشان يقدر يميز النوع ده. طبعا انت اول حاجه هتجيب البروجكت هتنزله من على الجيت هاب، سواء ان انت هتجيبه عن طريق ان انت تدوس هنا كلون تعمل داونلود للبروجكت، هينزله لك هنا تعمل كده تدوس داونلود زيب، هينزل لك البروجكت ملف مضغوط وانت تعمل له اكستراكت في المكان اللي انت عايزه وتبدا تشتغل عليه. طيب او تعمل هنا زي الخطوات اللي هو شارحها، ان انت تستخدم الجيت لو انت بتقدر تستعمل جيت، وتعمل داونلود للبروجكت عن طريق الجيت. بعد ما تنزل البروجكت هتعمل حاجه تانية، هتبدا تنزل الداتا سيتس اللي انت تشتغل عليها واللي هو الفيتشرز بتاعت البوتلنيك دي. اول حاجه الدوج داتا سيت دي عباره عن صور كلاب، وبعد كده الهيومن داتا سيت دي عباره عن صور بني ادمين وجوه بني ادمين، وبعدين الفي جي جي 16 دون ده برضو هتنزله عشان خاطر ده هتشتغل بيه في البروجكت. تمام، كل الفايلات دي هتنزلها جوه الفايل بتاع البروجكت، وبعدين هتبدأ تعمل ايه، هتبدأ تعمل لهم اكستراكت اهو، فهيبقى عندك فايل اللي اسمه ال اف دبليو داون، هتعمل له اكستراكت، هتعمل اكستراكت للفايل المضغوط، هيطلع لك الفايل اللي اسمه ال اف دبليو، وهتعمل اكستراكت للفايل اللي هو الدوج ايمجز، هيطلع لك الفايل ده برضو الفولدر دون، وبعدين في الفايل اللي هو بوت النك ده هيطلع لك فايل، هتاخد الفايلين هم دول هتاخدهم كوبي وبيست للمكان ده، هيطلع لك فايل واحد الدوج في جي 16 دون هتاخده، ده عشان جزء تاني في البروجكت هتحتاجه قدام برضو هو يقول لك عليه في وقتها. دلوقتي انت لما تنزل هيجي لك فايل واحد هتحطه جوه البروجكت ده جوه الفولدر ده. بالنسبه لل اف دبليو هتقوم عامل له اكستراكت، وتقوم هو اكستراكت على ال اف دبليو ده، مش فولدر مش كلي مش موجود اصلا في البروجكت لما تنزله. يعني انت البروجكت اهو لو بصينا على الريبوزيتوري اهي هتلاقي ال اف دبليو ده مش موجود هنا اهو، البوتل نيك ده هتلاقيه موجود اهو، بس هتلاقيه من جوه فاضي، يعني لو دخلنا جوه كده هتلاقيه فاضي اهو ما فيهوش حاجه، الدوت جيت ده ملف مخفي مش هتشوفه انت لما تيجي تشتغل. برضو اللي هو الفولدر اللي هو دوج ايمجز ده اهو في برضو في الريبوزيتوري هتلاقيه مش موجود، برضو مش موجود هنا اهو، هتلاقي ولا ال اف دبليو طبعا. تمام، اول حاجه قبل ما تبدا تشتغل محتاج برضو ان انت بعد ما تنزل الفولدرات دي وتعملها اكستراكت زي ما قلنا، ان انت هتجهز اللي اللايبريز اللي انت هتشتغل عليها لازم تكون كلها متسطبه على حسب طبعا النظام اللي انت شغال عليه، لو انت لينوكس هو مديك خطوات اهو، لو انت مديك ماك، لو انت ويندوز هتشتغل طبعا. يعني انا هتكلم عن لينوكس والويندوز، يعني انت لو محتاج يا اما هتتبع الخطوات دي هتفتح سي ام دي وهتقوم تعمل ران، تقف على الفايل الفولدر في الفولدر بتاع البروجكت بتاعك جوه الفولدر بتاعك في التيرمينال او الكوماند لاين يعني، وهتدي تقف عليه، وبعد كده هتدي الاوامر اللي هو كاتبها لك دي هتعمل لها كوبي بيست في الايه في الكوماند لاين برضو. تمام، هيعمل ايه، هيقوم هو هيرن الفايل اللي اسمه واي ام ال ده اللي هو الامتداد بتاع واي ام ال ده، فهيقدر ان هو يعني يسطب اللايبريز اللي انت محتاجها. لو انت شغال يدوي ففي هنا اوبن سي في هنا بتقول لك ان انت ممكن تستعمل الامر بيب انستول اوبن سي في، ده لو ويندوز، لو انت لينوكس فانت محتاج تعمل سودو بيب 3، لو انت طبعا انت اكيد الناس فاهمه بتاعت لينوكس فاهمين ازاي يقدروا ينستول اللايبرري بتاعته. تمام، طبعا ده الان اوفيشال فيرجن بتاعت الاوبن سي في. تمام، بعد ما هتسطب الاوبن سي في بالذات طبعا اهم حاجه تسطبها وتبدا تشتغل بيها، اول حاجه لازم تتاكد ان هي شغاله، فانا كنصيحه يعني ان انت تخش هنا اهو، دي هحط لك انا اللينك بتاعها، ده من التوتوريال بتاع الاوبن سي في بروجكت جاهز هم كانوا عاملينه كشرح للهاركاسكيد فلتر، هتعمل له كلون هتنزله، هتنزل البروجكت داون وهتبدا اهو اسمه فيس ديتكت ده هتنزله، هو هتلاقي نازل معاه عباره عن فايلات ومجموعه صور. تمام، هتفتح الفايل ده اللي هو اوبن سي في 3
تفتحه بالاي دي اللي عادي او اي حاجه عندك، تمام. هتغير السطر ده، يعني انت لما تيجي في تفتح الفايل هتلاقي ده من غير الهاش هنا، من غير الكومنت ده، هتعمل له كومنت كده او تمسحه وتحط مكانه الاسم بتاع الصوره دي. اهو انا اخترت الصوره دي عشان ارن عليها الكود، غير كده هيديك ايرور يعني، تمام. وحط مكانها ده الايه الباص بتاع الفايل اللي هو هيشتغل عليه. هو بيعمل ايه؟ بيعمل فيس ديتكشن. فانت هتجربه، هقوم دايس F5 اهو، ران البروجكت، عمل اهو، عمل ديتكشن للصوره دي. الصوره هي اللي انا رنتها اهي، اهي دي الصوره، تمام. وادي الديتكشن اهو حصل للصوره، تمام كده. يبقى الايه الاوبن سي في شغال تمام معايا، وبيبقى من ديتكشن مظبوط. يبقى انا كده خلاص اطمنت على ان الاوبن سي في عندي شغال تمام. تمام خلاص، اقفل ده كده وارجع للبروجكت بتاعي تاني. انا كده ايه اتاكدت ان الاوبن سي في تمام، فانا هقدر اشتغل اكمل البروجكت بتاعي من غير ايه اي مشاكل. طبعا هنا تكملة الريدمي بتاع البروجكت بيشرح لك ازاي تعمل انستول الكراس يدوي. لو انت برضو مش هتستعمل الواي ام ال فايل بتاعهم ده، تمام. وفي هنا برضو اللي هو اسلوب تقييم الايه البروجكت. طبعا هو اسلوب تقييمه سهل ما فيهوش اي حاجه. طيب انا هنا فتحت اهو الفايل بتاع اللي هو الاي بايثون فايل ده، اللي هو او الجوبيتر فايل ده. برضو نفس المقدمه هنا بيحكيها لك وبيقول لك انت ازاي، ايه المشروع عباره عن ايه وبتعمل ايه فيه. المشروع عباره عن 7 ستيبس او 8 ستيبس، يعني في ستيب زيرو. الستيب الاولانيه دي بيعمل امبورت فيها للداتا سيت، وبيعمل امبورت لللايبريز. طبعا هو اللي كاتب الكلام ده، انا ده مش البروجكت بتاعي ده، يعني انت اما تفتح الفايل بتاعك هتلاقيه زي كده بالظبط. هو حتى هو مش معمول له ران هنا. اللي هتعمل له ران هيلود الايه الداتا من الفولدر اللي عندك، تمام. هيلود اول حاجه الدوج ايمجز، وهيقول لك في كام صوره فيهم، وكم كام واحده في تريننج سيت، وكم واحده في داتا سيت. هنا بعد كده هيعمل لود للفيس. طبعا هنا في مشكله هتواجهك هنا دون، هيعمل معاك ايرور. ايه الحل؟ الحل اهو ان انت، يعني ده الكود بتاعنا اهو، هتعدل عليه، تزود دي، تزود الجزء ده كده اللي هو تزود هاش ال اف دبليو. رغم ان هو تقريبا هو يعني بيدي انستراكشن غلط، ان هو قايل لك انك تعمل اكستراكت الفايل جوه فايل ال اف دبليو، بس تقريبا ده غلط. فيا اما انت تعمل لها اكستراكت بره الفولدر اللي اسمه ال اف دبليو، يعني هتعمل يعني اللي جوه ال اف دبليو ده هتعمل له اكستراكت بره على في الفولدر بتاع البروجكت نفسه، تطلعهم بره هنا، فهيرن معاك الايه الكود عادي زي ما هو كاتبه. يا اما تعدل دي زي ما انا عملتها كده اهو، وهتقوم هي حاطط سلاش ال اف دبليو تاني في الطريق كده، فهو هيرن معاك عادي كويس، وهيشتغل اهو، يطلع لك التوتال هيومن ايمجز كام واحده، 13000 هم موجودين، وأراهم مظبوط ومن غير مشاكل، تمام. بعد كده اهو هيرن اهو بعد كده الاوبن سي في، هيعمل برضو ديتكت الايه الصوره برضو. هو هنا كل ده هو اللي كاتب الكود ده، بيحاول يتاكد ان انت ماشي معاك الكود مظبوط، يبقى انت مسطب اللايبريز بتاعتك مظبوطه، وفي نفس الوقت انت تتفرج وتفهم ايه اللي بيحصل. ده الهاركسكيد فلتر ده بيعمل ديتكت الفيسز، هيرن على واحده صوره من الصور اللي موجوده، صوره عشوائيه من الصور اللي موجوده، وهي يبدا يعني يظهرها قدامك. طبعا لو انت عايز شرح فيها، اهو الشرح ده برضو هحطه، شرح الاوبن سي في لايبراري الهاركس كده اهو. هو ببساطه كده عباره عن فلتر بيحط شويه ايدجز كده اهو مربعه، بحيث انه يعمل ديتكت للعين وللمناخير، او للجزء ده كده والجزء ده كده. فبالتالي بيقدر يحدد الابعاد اللي، يعني بيقدر يديتكت الفيس اصلا، ان في فيس ولا ما فيش، وفي نفس الوقت يقدر يديتكت الابعاد بتاعته. فبالتالي الفانكشن بتاعته دي بتريترن ايه، بتريترن العرض والطول ده، تمام. ومنه بيقدر يعمل ايه، يقدر ان هو يرسم برضو بالفانكشنز بتاعه الاوبن سي في، بيقدر يرسم بدايه المربع واخر نهايه المربع هنا عن طريق الابعاد دي، ويقوم حاطط لك مربع على الفيس بتاع الايه بتاع الشخص اللي موجود في الصوره. طيب كل اللينكات دي برضو هبقى حاططها تحت الفيديو، تمام. نرجع للبروجكت تاني.
طبعا هو هنا برضو عمل فانكشن صغيرة كده. الفانكشن دي عبارة عن فانكشن بتعمل ايه، بتديتكت اذا كان في فيس ولا لا. طبعا الاوبن سي في اللي بتريترن ايه، بتريترن عدد اللي بتريترن كذا ماتريكس، يعني اللي هو الفانكشن دي كده بتاعت الاوبن سي في، هتريترن ايه، هتريترن كذا كذا، يعني هتريترن ليست جواها كذا ليست، كل ليست فيهم جواها الابعاد بتاعت الفيس اللي انت عملت له ديتكت. فهو هنا بالفانكشن دي بتعمل ايه، بتعد عدد الليستس اللي جوه، يعني عدد الاليمنت اللي جوه الليست الكبيره، فبالتالي دول هم نفسهم عدد الفيسز اللي هو عامل لهم ديتكت في الصوره. تمام. فهي الفانكشن دي ببساطه بتعمل انها بتديتكت اذا كان في فيس ولا لا، واذا كان وهم كام فيس، ولما بترجع لك اللينس بتاع الفيسز ده معناها ان هو كام فيس موجود في الصوره. هنا انت بقى ده الجزء اللي مطلوب منك، ده جزء يعتبر سهل، يعني ان انت هتعمل زي فانكشن او كود صغير كده يعمل ايه، يرن على بالفانكشن دي، استعمل الفانكشن دي ويرن على سامبل من التريننج داتا بتاعتك اللي بتاعت الفيسز بتاعت الهيومن فيسز، ويتاكد ان كل الفيسز ان هو عد ال 100 فيس، يعني هو عامل تريننج سيت صغيره فيها 100، خد سامبل عباره عن 100 صوره، المفروض ان هو يقرا 100 صوره. طبعا هو مش هيقراهم 100 يعني، عشان تبقى عارف هما مش هيطلعوا 100 مظبوطين، هيبقى في خطا. وخد سامبل من الدوج فيس، من الدوج فايلز اهي برضو 100 صوره، وهيحاول يديتكت الفيس بتاع الهيومن فيهم، فالمفروض ان هو يديتكت زيرو، لكن هو فعليا برضو هيديتكت صور، هيديتكت فيسز، فبالتالي برضو هيبقى في ايرور في الايه، في الموضوع ده. يبقى هو هنا بيثبت لك ان الاوبن سي في الجاهزه بتاعت الهاركاس كيت دي ما هياش افيشنت قوي، ما هياش كويسه جدا ان هي تقدر تديتكت الهيومن فيسز والدوجز في الصور اللي هو حاططها. تمام. فانت لو ما تلاقي ان النسب مش يعني الايرور موجود في ايرور، ما يعني عادي ما تقلقش كمل. هنا بقى بقيت السؤال ان هو اوبشنال ان انت تحاول، عايز يعني هو بيقول لك ان انت تحاول تشوف حاجه احسن من الايه، من الاوبن سي في ده، وبيقول لك حاول تستعين بالديب ليرنينج. طبعا في حاجات انا شخصيا ما حلتش سؤال نظرا ان كنت برن المشروع على جهازي، ف والبروجكت قعد يتقل مني جدا لدرجه ان ما قدرتش ارن اكتر من كده يعني. لكن انت ممكن تجيب، هتلاقي لو دورت هتلاقي في ديب ليرنينج فيس ديتكشن موجوده، وهتقدر تستعملها وممكن ترنها عادي. يعني ما عملتش كده عادي، ده السؤال ده عبارة عن ايه، سؤال اوبشنال. تمام. بعد كده هو هنا بيوريك الترانسفير ليرنينج بقى، ان انت هتحمل الجزء دون، ان انت يعني هتستعمل اللي هو الريزنت 50 دون، ده جزء من اللي هو البروجكت اللي اسمه ام جينيت. ده جزء، ده بروجكت عبارة عن ديب ليرنينج، ديب نيورال نتورك، كمبيوتر نيورال نتورك، بتقدر تديتكت 1000 نوع، 1000 نوع من الايه، من الاشياء يعني. طبعا هو الجزء ده اصلا يعتبر ان هو بيوضح لك الترانسفير ليرنينج ازاي، ان هو استعمل الامج نت دي اللي هو التكنيك اللي هو ريزنت 50 ده اللي هو الاستراكشر ده، في ان هو يقدر ان هو يعمل ديتكشن للانواع الكلاب، دوك ديتكت دوك. طبعا انواع الكلاب هي جزء من الالف كاتيجوري دي. هو هنا انت كود انت هترنه بس، مش هتعمل فيه حاجه، مش هتكتب فيه حاجه، بس هو بيشرح لك طبعا الكود، بيوريك ان هو عدل هنا الجزء ده، هيعدل فيه الانبوت. تمام. ويحول الداتا سيت اللي عنده لحاجه يقدر يقراها على الامج نت دي، ده تكملة برضو نفس الموضوع. هنا برضو هنا هي بريدكت الليبلز. تمام. اللي بتاعت الايمج اللي عنده، ويرجع هي تبع انه يرجع الارجماكس او الليبل بتاعها ده الرقم من الزيرو للالف. تمام. وهنا دي الدوج ديتكتور دون، دي برضو فانكشن، كل اللي بتشوفه بتعمله، هتلاقي الكلام ده مكتوب في الشرح هنا، ان هي بتشوف الليبل اللي راجع من الكلام اللي فوق ده كله،
لو هو ما بين 268 وبين 151، ده معناه ان هو نوع من انواع الايه الكلاب. دول الانواع، الارقام اللي بين دول كلهم دي كلاب، ارقام كلاب، انواع من الكلاب. فلو هو واحد من دول يبقى ده دوج، وبالتالي هيرجع هنا ترو. لو مش واحد من دول يبقى ده مش دوج، يبقى هيرجع فولس. تمام، ده دوج ديتكتور. فبالتالي هيرجع هنا برضو، مطلوب منك هنا ان انت تعمل برضو كود صغير برضو هنا زي اللي فات بالظبط اللي انت عملته المرة اللي فاتت، بس هنا دون وهيرن على نفس الداتا برضو اللي هو السامبل من من الفيسز والهيومن فيسز، وسامبل من الدوج فايلز. الغرض منه ان هو تشوف برضو الاكيورسي بتاع ده. هتلاقي طبعا الاكيورسي بتاعته المفروض ان هي تكون 100%، ان هو يديتكت يعني ال 100 صوره بتاعت الكلاب هيديتكت فيهم ال 100، وال 100 صوره بتاعت الهيومن هيديتكت فيهم 0. خلاص، هنا بيوريك صعوبه بقى الموضوع، ان هو ده نوع من الكلاب وده نوع مختلف. فده انت كبني ادم هو مش تقدر تميز بينهم الا اذا انت كنت خبير كلاب محترف يعني. هنا نفس الكلام برضو، دول نوعين مختلفين. هنا دي انواع مختلفه برضو من الكلاب، ده غير ده غير ده. يعني اللي هو اللابرادور ده فيه منه اللي هو اليلو والشوكليت والبلاك فالموضوع عايز يوريك ان الموضوع كبروبلم هي بروبلم صعبه، مش موضوع تافه يعني للانسان. فكونك ان انت تحقق فيها اكيورسي مثلا لو 60% 70% ده يعتبر جيد بالنسبه للماشين يعني. هنا بقى هيبدأ يعني برضو بري بروسيسنج برضو للداتا، هيبدأ هنا يجهز الداتا بتاعته. هنا ده المطلوب بقى منك هنا بعد كده ان انت تعمل كود. هنا مطلوب منك ان انت تبني نيورال نتورك، تمام، ترنها، تعمل بحيث انها تعمل ديتكشن للدوجز. في هو بيقترح عليك تكوين معين اهو، وده السمري بتاعه يعني، موريك الاركتكشر بتاعه هو، وده المكونات الداخليه بتاعته عامله كل واحد فيه كام لاير، واللاير مكونه من كام نود والكلام ده كله. وبيقول لك انت براحتك عايز تستخدم الاركتكشر اللي هو اقترحه ده ماشي، مش عايز انت تبني الاركتكشر ده. اهم حاجه انك في السؤال ده بعد ما هتبني هنا اللي هتكتب له هنا في الانسر، هتكتب له التكوين الاركتكشر اللي انت عملته سواء هو اللي فوق او مش هو، وهتكتب له كل لاير معمولة ليه وبتعمل ايه. تمام، فبالتالي لازم تكون انت فاهم كويس قوي الكونفليشن نيورال نتورك، وفاهم البولينج بيعمل ايه، وفاهم الدروب اوت بيعمل ايه، وفاهم الدنس بتعمل ايه، وهكذا. تمام، فكل ده، لان كل ده انت هتكتبه له وتشرحه له. تمام، هنا مش هو مش طالب منك طبعا، عشان انت دي هتترين من الزيرو يعني، فهو مش طالب منك ان انت تترين لحد ما توصل لاكيورسي عالية جدا. لا، هو هنا بيقول لك ان عايز المطلوب منك ان انت تحقق اكيورسي قد ايه. هتلاقي مكتوب هنا اكيورسي المطلوبة مكتوب فين الكلام ده؟ مكتوبه ان انت المفروض تران الخمسه ايبوتشيز بس خمس مرات، يعني هيعمل خمس لفات على الداتا عندك، ويحقق فيهم اكيورسي فوق 1% على التيست سيت بتاعتك. تمام، فانت مش محتاج تران في الكود اللي تحت اللي تكتبه تحت ده اكتر من ايه، خمسه ايبوتشيز بس هيرن فيهم، هيعمل وهياخدوا منك مده طويله لو انت بترن على السي بي يو او بترن على جهاز في البيت عندك، وياخدوا منك شوية وقت كويسين يعني، على الأقل مثلا نص ساعة ساعة مثلا، وعشان يوصل يحقق أكيورسي أعلى من إيه، من 1%. طبعا أقل من كده ما مش هينفع، لازم ترجع تشوف يبقى كده أنت الأرتكشر اللي أنت عامله مش مظبوط أو في حاجة غلط يعني، فترجع ترن تاني وتعدله وترن تاني من جديد. هنا بعد كده بتخش بقى على الجزء بتاع الترانسفير ليرنينج. فهتبدأ لا ده خلاص الجزء ده. هو ده الجزء بتاع بقى الترانسفير، ان انت هتبدأ تجيب الفي جي 16 دي
تحاول تبني عليها انت يعني النيورال نتورك بتاعتك، تعدلها على الداتا بتاعتك. فايه المطلوب؟ المطلوب هنا هو كاتب الكود ده، طبعا انت مش تعمل فيه حاجة، انت هترنه بس وتحاول تفهمه كويس جدا، لان هو انت هتستعمله بعد كده او هتعمل زيه انت بعد كده. حاول تفهم كل حاجة هنا بتعمل ايه، الاوبتمايزر بتاعه ايه، اللوس بتاعته ايه، المتريكس بتاعته ايه، كل حاجة لازم تفهم هنا الدنيا ماشية ازاي. تمام، هو بيفهمك هنا الترانسفير ليرنينج، وهيترن هنا الكود وهو يقول لك الاكيورسي كام. انت كل ده مش مطلوب منك حاجة، انت مطلوب منك انك ترن الكود هنا وتفهم بس ايه اللي حصل. وطبعا هتوصل هنا الاكيورسي، هتلاقي الاكيورسي منخفضة نسبيا. بعد كده الجزء اللي بعد كده هنا هنا لسه نفس الكلام برضو، هنا دي برضو عشان بيبريدكت الدوج بريد برضو، هنا نوع الكلب يعني. بعد كده هو بقى طالب ان انت تعمل زي ما هو عامل بالظبط، بس هي هو بيقول لك ان الام جينيت دي ليها كذا اركتكشر. تمام، ليها الاركتكشر اللي هو غير الفي جي 16 اللي هو انت رنيت عليه قبل كده، اللي انت اشتغلت بيه قبل كده، لا في الفي جي 19 اللي هو ال 19، وفي الريزنت 50 اللي هو برضو خد بالك اللي احنا استعملناه برضو في قبل كده بشوية، عملنا بيه الفيس ديتكتور، وفي الانسبشن، وفي الاكسبشن. كل دي برضو حاجات ممكن انت يعني تعمل لها برضو ترانسفير ليرنينج وتستعملها زي ما هو استعمل في جي 16 بالظبط. ملحوظة بس عشان دي حاجة حصلت معايا انا شخصيا، لما انا استعملت الريزنت 50 ده، فخد بالك لما تيجي تسمي المودلز، تمام، تاخد بالك انك ما تخليهاش نفس اللي موجوده في الفيز ديتكتور، عشان خاطر ايه ما يحصلش خطا. تسمي المودلز بتاعتك والكود بتاعك يعني الفاريبلز عامه، اي فاريبل هتسميه خد بالك ان هو ما يبقاش نفس الفاريبل اللي فوق، عشان يا اما بقى تخلي حرف كابيتال حرف سمول تغير اسم الفاريبلز عشان ما يحصلكش باج في الكود عندك. لو هتستعمل اي حاجه من دول فخلاص ما فيش مشكله. هنا هو مطلوب منك ان انت تعمل زي الكود اللي فوق بالظبط بتاع الفيجي 16، بس على واحده من دول. هتنزل هتدوس على هتكليك على اي واحده من دول كده، فهيبدا هو يعمل ايه، هيفتح لك اهو، هنعمل عايز ينزل ده فايل ان بي بي زي فايل ده. تمام، هتنزله وبعدين هتقوم واخد الفايل ده حطه جوه البوتل نيك فيتشرز ده. يعني انا هستعمل ريزنت 50 اهو، هتحطه هنا، وبعدين هتبدا ايه. تمام، انا استعملت الريزنت 50، فهنبدا هو انت طبعا هتسمي الفايل اللي هينزل دوج، تشيل كلمه نتورك بين قوسين دي والقوسين بتوعها، وتحط مكانها الاسم من دول. تمام، داتا ان بي زي دوت ان بي زي، وتحط الفايل في مطرح ما قلنا. تمام، برضو هنا نفس الكلام، الكود ده هتشيل كلمه نتورك من هنا وتسمي الموديل بتاعك بالاسم، اي واحد من دول انت هتختاره يعني. تمام، او واحد من الاربعه موديل دول. هو الكلام ده طبعا هو شرحه هنا برضو. تمام، برضو نفس الكلام، وخد بالك زي ما قلت لك ما بكررها تاني، لو هتستعمل اللي هو ريزنت 50 خد بالك ان اسم الموديل والاسامي الفاريبلز بتاعتك اللي هنا ما تبقاش نفس اسامي الفاريبلز اللي فوق اللي استخدمت في الفيز ديتكتور، لان هو مستخدم نفس النت هناك. فانت لو هتستخدمها هي نفسها هنا تغير اسمها عشان ما يطلعلكش ايرور. تمام، هنا في خلال الخطوات دي انت هتعمل الكلام ده، هتوصل ان انت توصل تبني الموديل بتاعك. تمام، هنا مطلوب منك ان انت تكمبايل الموديل وتعمل له ران وتكون بقى الموديل كامل بقى، يعني سواء بعد اللي يعني هتشوف هتزود عليه جزء اللي هو يعني ده الموديل ده كونفوليوشن، جزء بتاع كونفوليوشن انت المفروض تزود، تعدل بقى الانبوت وتعدل الاوتبوت، وتشوف لو انت محتاج تزود لايرز تانية غير بتاعت الكونفوليوشن الفولي كونكتد لايرز يعني، ولو محتاج تعمل اي حاجة يعني تعدلها على الموديل. تمام، هتعمل الموديل امبلمنتيشن وتعمل له تيست. المفروض الموديل ده يحقق تيست اكيورسي على التست داتا يعني جريتر ذان 60%. تمام، المفروض يحقق جريتر. طبعا هنا الابوتشز برضو انت اللي هتظبطها، مش محدد لكش ابوتشز هنا بقى، فانت هتعمل لهم بقى رن زي ما انت عايز يعني. ان شاء الله حتى يكونوا 100 1000 زي ما انت عايز، انت بقى براحتك، انت هيرن عندك انت، فانت شوف وقتك.
تمام. بس هو لو عمل معاك الاكيورسي دي في 20 مثلا ايبوتشيز، يبقى انت كده الموضوع كويس مثلا. هو انت محتاج، لو انت عديت كده يبقى انت خلاص يعتبر كده بالنسبه لك انت الامبلمنتيشن بتاعك صح، لو عديت 60%. تمام. بعد كده هو عايزك تبني برضو فانكشن اللي هو بريدكت الموديل بتاع الايه بتاع الدوج. تمام. هتعملها هنا اكستراكت الاول، وبعدين تبني بقى الجوريزم، تستعمل بقى كل اللي انت كتبته فوق دون الجوريزم اللي انت بنيته دون. وتبدأ تعمل هنا حاجة كاملة كده، عبارة عن ايه، ان انت حاجة تديكت الصورة لو هي فيس هيومن فيس، او لو هي دوج. وبعد كده لو هي دوج، طب خلاص انا نشوف الدوج دون نوعه ايه. تمام. هنا هو طالب منك الكلام ده، طالب منك ان انت تجيب له 6 صور من عندك on your computer، تعمل الموضوع ده عليهم. وفي حالة ان انت ده هيتطلع فيس، يبقى انت هتطلع له ان دي فيس، وبرضه هترنها يعني هتدخل الفيس ده هتدخله على الالجوريزم بتاعك، بحيث ان هو هيطلع لك ان هو نوع من انواع الكلاب. يعني كده كده الالجوريزم بتاعك اللي انت بنيته ده ما بيطلعش غير انواع كلاب بس، ما بيطلعش يقول لك ان ده فيس ولا مش فيس. لا، هو انت هتستعمل الفانكشن تانية اللي هي الفيس ديتكتور، ان هي تقول لك ان ده فيس، او الدوج ديتكتور ان تقول لك ان ده دوج او مش دوج. طيب خلاص. فانت هتديكت ده كان اذا كان فيس ماشي، برضه هترنه هتدخله على تدخل الصورة على الالجوريزم بتاعك، فهيطلع لك نوع من انواع الكلاب. فانت هتقول ان الفيس ده شبه النوع الفلاني من الكلاب. لو هو مش فيس، لو هو مش هيومن، يبقى ده دوج، يبقى انت تقول له ان ده دوج، وان الدوج ده نوعه هو النوع الفلاني. لو حاجة مش يعني هو لا طلع لا هيومن ولا دوج، يبقى انت كده في ايرور، يبقى تطلع رسالة ان في مشكلة. تمام. هو ده المطلوب منك في السؤال ده. طبعا المفروض تجيب 6 صور من عندك، ال6 صور دول يبقوا 3 على الأقل، فيهم 3 كلاب وتلاتة قطط، تلاتة سوري تلاتة هيومن. تمام. يعني أنا هوريك البروجكت بتاعنا أهو. أنا شخصيا عملت الموضوع ده مرتين، عملته مرة إن أنا جبت من الداتا سيت اللي موجودة عندي، خدت منهم يعني حاجات عشوائية، صور عشوائية، فطلع لي صور هيومنز وثلاثة هيومنز وثلاثة دوجز من الداتا سيت اللي عندي اللي انا عامل عليها ليرنينج اساسا. قلت اجرب عليها الاول وطلع تمام الحمد لله. فروحت جايب صور من عندي، من نزلت صور من على النت عادي، تدور على جوجل في الصور بتاعت جوجل، وتنزل 6 صور، 3 منهم كلاب وثلاثة بني ادمين. تمام. وتشوف هيطلع لك ايه. اذا كان طلع لك كله هيومن اهو زي ما انت شايف، ذات هيومن وشبه نوع ده نوع من الكلاب. خلاص. لو هو دوج تقول ان ده دوج البريد بتاعته كذا. تمام. لو هو لو عدى بقى على الفانكشنز، الاثنين فانكشنز بتوعك، ولا طلع هيومن ولا طلع دوج، يبقى هيطلع لك ان في ايرور، يبقى انت في مشكله في الالجوريزم بتاعك. لو انت قدرت تحقق كل اللي احنا قلناه ده، حقق ال 60% يعني اللي احنا هنبدا من ده البروجكت بتاعهم الاول. انا مش هحاول ما اظهرش الكود، انا مش عايزك تغش نفسك يعني. ده الاوت بتاع الكود اهو بتاع الاوبن سي في، المفروض ان هو بيوريك ان الصوره عباره عن ايه، عباره عن اري فيها مجموعه ارقام. دي الصوره اللي هو قراها دي، يعني الصوره دي هي الارقام اللي فوق دي، وهنا عمل قرا الصوره اهي، وعمل عليها ديتكت للفيس اهو. تمام. بعد كده عملنا رن للكود، وهنا عملت الناس الاكيورسي بتاعت الدوج ديتكتور اهو طالع كمان، والهيومن ديتكتور زي ما قلت لك هيطلع مش مظبوط. وبعد كده النيورال نتورك اللي انا بنيتها. تمام. وفي النهاية خالص لازم يحقق طبعا اكيورسي فوق ال 60%. انا حققت 77%. تمام. واللي قبلها طبعا لازم تحقق بعد 5 بوتشز تحقق ايه 1%. وبعد كده الالجوريزم الاخراني اللي هو اتحقق من ان الدنيا شغاله مظبوط، ان انت تدخل له صور من عندك. وانا منتظر لاي استفسار من حضراتكم، لو في حد عايز يفهم اي حاجه ممكن يتواصل معايا او يبعت لي. وشكرا لكم.